الشمال ملي على الحاز اللي جنبك اللي على يمينك بس وقف ثابت جنبا اثنين ثلاثة صح ايه ده خد يا عسكري عبد البر من دوية وقف ثابت بص قدامك على جنبك خد من دوية وقف ثابت وقف ثابت يا عسكري عبد البر وقف ثابت اثبت ناس بدو وقف ثابت وقف بص قدامك بقى ما تكلمش خد من دوية عسكري لك امسكها كويس بص قدامك اثبت ده بص قدامك كاتفان واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة مطلوب انت عسكري الاجل شيل من دوية شيل يا عسكري من دوية شيل يا عسكري من دوية وقف يا عسكري عبد البر مطلوب بلاش حالك يا عسكري منيب بقى اسلحة اقعد من دوية على كتفك اقعد من دوية على كتفك وقف ثابت بس اثبت سلام واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين انت ما عملتش سلام سلاح يا عسكري الرجل ما تعرفش لا يا فندم اعمل سلام سلاح اهلا وسهلا اهلا وسهلا انت عسكري الرجل اقف بص قدامك كتفان سلاح واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة اثبت انت عسكري الرجل اثبت بص قدامك بص اقف ثابت اعدى من دوية بلاش تحكي عسكري منير جنبان سلاح واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة فصلها صفا العسكري رجب والعسكري منير والعسكري عبد البر انتباه خطوة للأمام فرش بلاش نحكي عسكري منير خطوة العسكري رجب خطوة للأمام فرش انت رايح فين خش في الصف يا وقف وقف يا عسكري وقف انتباه تاتفون سلاح واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة حط من ده على كده انت تحت كمان ايوه كده بس اقف ثابت بص قدامك مايلا سلاح واحد اثنين ثلاثة ضايع من دوية ايوه كده ليه من دور سريعا فرش لا الخلف فر 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 انا مت بقى ابص راس محلك يا سكت اهو اثبت تعالى يا عسكري يا رجل تعالى يا عسكري يا رجل نيجي المكتب محبوس فضيلة المراهق تلمام قدر كما كنت تلمام قدر الى قوة الى الاولى ايه الدوران للخلف الخلف حر فصيلة مقاقر على الشمال معتدان فرش شمال يمين شمال يمين شمال يمين دوران للخلف للخلف حر شمال يمين مين بالثلاثات لليمين حر رايح فين يا عسكري رايح فين يا عسكري يا فندم هم غلطانين اصلهم سابوه ابو نفس وقفت مع الندى ونفذ مظبوط ده الخلف حر الندى مش ليك يا عسكري ده للفصيلة الخلف شور انت اقف ثابت يا عسكري رجب مش سامع حاجة خالص انت مش مخك معانا لا حر ده الخلف حر تحلل بالخطوة السريعة عسكري رجب اجري الفصيلة تتقدم لا اليمين حر على اليمين حضة مطن اقف ثابت على اليمين حضة بص يمينك لا لمام اضر كما كنت لا لمام اضر كما كنت لا لمام اضر كما كنت لا لمام اضر حرك الشمال بالثلاثات لا الشمال حر على الشمال الشمال لف معتدل حرش أصل دليل الشمال طول دليل اليمين قلت هذا مع بعض ارفع ايدك فوق شمال
شمال يمين. رايح فين يا عسكر يا رجب؟ ايدك الشمال فين يا عسكر يا رجب؟ سلاح قف عسكر رجب الخلف دور سريعا ارش. يا عسكر مش عارف ايدك الشمال من ايدك اليمين. خلاص تنظيم قف. مش عارف الطابور؟ ايوه غلطت اخر مره ندخلك المكتب مطول. اسف يا فندم اخر مره. حاضر غلطت ثاني مره. حاضر يا فندم. دوران لليمين لا اليمين هر ها. يا عسكر بقول لك اعمل اليمين دوس اعمل الشمال دور لا اليمين هر وانت عندي هنا مش عارف ايدك اليمين الشمال فين ايدك اليمين؟ اليمين فين الشمال؟ اهي طب لخبطهم كده اعملهم كده في بعض. هم يا فندم اه ثابت. فين ايدك اليمين ولا الشمال فين؟ ما انت لخبطتهم يا فندم. عسكر ايدك اليمين اه ايوه لازم يا خلاص الدور دوت على ايدك اليمين دي بخور. لا اليمين هر هر لا الشمال هر لا اليمين هر لا الشمال هر هر وحلك يا عسكري رجل خطوة ثانية رجل يا عسكري صراب الطابور صراب السرايا صراب الفصائل يا رب. اليمنى ام اليسرى؟ اظن يا شيخ عبد البر التقاعس بالارجل الشملة. الفصل الثاني الدوران بالعدد. يدور العسكري الى اليمين على عقب الرجل اليمنى اليمنى واصابع القدم اليسرى اليسرى وذلك برفع عقب القدم اليسرى واصابع القدم اليمنى. انت اخيرا لو كنت لازم تقرا في سرك. لو قرات في سري لن افهم شيئا. ليه؟ هتفهم بعقلك ولا بوجهك؟ انا حر افهم كما اريد واشتهي. الكلام ده لما كل وحدك مش تصدع لنا دماغنا. بعد اتمام الحركه الاولى يجب ان تكون القدم اليمنى مبسوطه على الارض وتكون عقب القدم اليسرى مرتفعا وكلتا الركبتين مستقيمتين والجسم منتصبا وكله مرتكزا على القدم اليمنى. إلها تنخمد يا شيخ. اثنين مع ثانية مفصل الركبة اليمنى قليلا وتنقل القدم اليسرى النجاط يعني القدم اليمنى. الفصل الحادي عشر الفصل الحادي عشر. وكل ده عشان أخلص من شوشو. هي شوشو كانت وحشة. ده أنت بكرة هتبقى عسكري عال وتبقى في الجندية ممتاز. ده أنا نفسي حاسس إني هبقى عسكري كويس ويمكن يجي مني. الفصل الثامن والتسعون رفع السلاح عن الارض رفع السلاح عن الارض رفع السلاح عن الارض رفع السلاح انت عسكري شويش شويش انا مش ممكن اقدم استقالتي من هنا اهو. امال صحيح ممكن قوي بعد خمس سنين ان شاء الله. البس انت عسكري. اصحى عسكري اركب الهوا. اثبت هنا مفيش ركوب هوا. هنا في نظام وفي عسكرية. ما سمعش نوبة؟ معلش النوبة يا شويش اصلا انا ما نمتش طول الليل. ليه؟ اصل العسكري عبد البر ده طول الليل عمال يقرا لنا في تراويح عسكرية. انزل البس ما تعرضش نفسك للجزا. معلش والنبي اصلا انا رجلي مقفقفة. أشكال هيكلية معلومات للمعلم ثبت الأشكال الهيكلية على مسافات حتى 300 متر. ألك 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 يتقدم التدريب يختبر كل جندي بوقت فرصة التنشين. مش بطال نشن أحسن عشان تضرب في السوادة نفسها. يا مرسي يا أبا العباس. ضع
وبعدين معك عسكري نشن فوق شوية. حاضر يا فندم. خلي النشان على السواد يا عسكري. انت ايه ما بتشوف؟ والله يا فندم هو احسن، انا اضرب الاول وبعدين ترسموا السواد فوق الضرب على مهلكم. رايح العنبر عشان اقابل عبد البر. ليه؟ علشان يكتب لي جواب لناديه. ناديه. ولقد انتهينا بعونه تعالى من التدريب بنجاح استرعى الانتباه، وسننتقل بعد ذلك الى مدرسة فن البحر، وعشان كده ادونا اجازة 12 ساعة تبتدي من الساعة 2 يوم الخميس، يعني 2:30 تبص من الشباك تلاقيني على الباب. قولي لي يا اختي كفاية كده ولا ايه؟ عال قوي ده غدا معتبر. كنت عايزة اعمل صينية كنافة ملحقتش. حلو قوي كده يا اختي، ده غدا يشرف ويملى العين. اهو منقدم السبت لقى الحد قدامه. وحياتك الا بكره يقدم الحد والاثنين والثلاث، ده قايم نايم يحلم بالست نادية ومستني على جمر ساعة القبول. وحياتك ما تنسيش تبقي تقولي له يلغيها على الغدا، حكيم الملغية تفرح البنات. عينيا الاثنين. اهلا بصنيورتي. اسم الله يا عز الحبايب. يسلم ايديك يا ماما. كله علشان عيونك، هي مامتك لها اللي ساعدك وهناك يا حبيبتي. انا متشكره قوي على العزومه الحلوه دي، لكن انت عرفتي منين انه جاي النهارده؟ ماما اللي عزماه. عزماه؟ عزمه مين؟ العزومه دي مش لرجب؟ لا مش لزاب. ومين يعبره ولا يصبره ده؟ طب كفايه بقى، ان شاء الله ينكفي على ملا وشه ما يوعى ولا يستوعى. غريبه قوي يا اختي على الشابه دي وعلى حبها الرجب. يو المعلم وصل. المعلم يا صلاه النبي احسن. يا حرامي ايه اللي حدفك علينا السعادة؟ ترمي الرمل. وراجع امتى؟ يا ولية هو انا لسه وصلت. يوصلك القضاء المستعجل يا رب. عارفة انك فيكي ملامح من المتر اليوز. اهلا 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 اهلا، الحمد لله على السلامة. شويش الله يسلمك. نورت البيت. البيت نور بوجودك يا حضرة الصورة. ازيك يا راجل؟ الحمد لله. وحشتينا قوي. ان شاء الله ما تشوفيش وحش. ما تشوفش وحش ازاي وانت واقف لها في وشها. وبعدين بقى في الحرمة الاسيوية دي. معلش يا راجل معلش، انا عايز اسمع منك كل حاجة، عايزك تحكي لي على كل شيء. اهلا 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 اهلا. باين عليه المعلم. يا صلاة النبي اتفضل يا معلم اتفضل. اهلا رجب ازيك يا ابني؟ الله يخليك. مبسوط؟ الحمد لله. ابن اخويا معلم عباس. شوف بقى ازاي. ما ازاي ما هو ايه اللي زاد عليه البدله؟
ده حتى لو لبسوه بدلة قبطان برضه شكله يموع النفس. أنا وياك، لا الوحش بيحلو ولا الزفر بينضح. السفرة جاهزة، اتفضلي يا جماعة. أيوة اتفضلي. اقعد جنبي هنا يا رجب. اتفضل يا معلم. مؤاخذة يا معلم عباس، الست مكسوفة أوي، أصل يعني الأكل مش قد المقام. كل ده ومش قد المقام؟ أكلة بشبع لو تقدر تهضمها يا ريس راجب. ههضمها، أنا لسه شباب وفي العسكرية. ما تتفضل يا معلم، انت عايز عزومه ولا ايه؟ بيتك ومطرحك. ده العاشم برضه، واللي يتعاشم في وجه الله يكرمه. ده اكرامك فرض واجب، على راي المثل ما يجي من بعد خيرك. ده الحبه اللي بقعدهم هنا ما بسمعش سيره غير سيره المعلم عباس وخير المعلم عباس والفرح اللي هيفرحه المعلم عباس. ده ضروري وعن قريب. رجب قمت ليه يا ابني؟ ما تكمل اكلك. ياكل بعدين، سيبه يقول. الناس تقول كلام حلو على الاكل، مش تقول كلام زي الدبش. يا اخي دبش لما يفتح نفوخك منك له. اتفضل يا معلم ولا يهمك. وانت ناوي تاكل ولا تفصل؟ اديني باكل. كل كمان. قمت ليه يا راجل؟ ده بيتك وخير عمك، كان حقك تقعد وتغصه، واللي ما يعجبوش يطق من جنابه. يا ست انا هحارب في بيتكو ولا في الاسطول؟ ما تخليش حد يتحداك ويفتكر انه غلبك. وعلى ايه؟ ده انا جاي يوم زياره ومسافر، لازم اعكمل لكم الدنيا. ولا يهم، ما دام انت عارف شعوري من ناحيتك. ما هو ده اللي هيجنني، انا وانتي وعمي قلبنا واحد ونيتنا واحده. وصول التكتيك المظبوط ان احنا نعمل هجوم مفاجئ على المأذون عشان نخليها امام الامر الواقع. انا ما عنديش مال. يعني الاجازه الجايه ننفذ الخطه؟ ربنا ما يحرمنيش منك يا ناديه. اشوف وشك بخير. مع السلامه. انا ماشي. مع السلامه. أنا ماشي. مع السلامة. أنا ماشي مع السلامة. اديني ماشي. أتفز نمرة اثنين. سعد أتفز نمرة ثلاثة. سعد أتفز نمرة أربعة. سعد أتفز أسعد. أقفز أسعد. أسعد. أجلك أسري. حاضر. أجري شوية. أجري شوية. سيبوا عسكري حجر محيطه. سيبوا خليه يتعلم لهم لوحده. يا عبد البحر، يا عبد البحر الحقوني. الى الله مش يا ناس. ولا بدك شاهد عليا؟ الله يخرب بيتك يا دوتي يا خرب اختي. مرحى يا رجب. ايوه كده يا رجب، انك لسباح ماهر. ايوه اليمين الشمال، برافو عليك. هو كده. اسرع اسرع يا رجب. اسرع اسرع. كويس عسكري، برافو عسكري. الحان يا عسكري.